السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي مثل ما مبين شباب، طبعا هاي عملنا لها حاليا، حطيناها بالقفص وعملنا لها الظلف تبعها رزيلة كتير، لكن بنجد هون شباب شوفوا شو فيه، كتير رزيلة، البقرة عنيفة جدا، ما عمال تهدى ابدا ابدا. كثير عنيفة البقرة، كما شايفين هون مثل ما شايفين كيف هون إصابة كثير قوية وشديدة، فوضعها كثير متعامل البقرة، لكن حاليا اشتغلناها هيك إن شاء الله على كم دفعة بيمشي حالها. بقرة كتير رزيلة كتير عنيفة. ما تنسونا من اللايك والمتابعة والمشاركة، ربي يسعدكم ويحفظكم ومشكورين غوالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.